صباح الخير من السويس. صحيت بدري وطبعا فطرنا، وقلت اوريكم انا اول حاجة عملتها ايه لما صحينا. رحت احلى سوق بحبه في السويس، وهو سوق الاربعين، يعتبر من احلى الاسواق واكبر سوق انا بحبه من صغري. بعد كده اتجهنا بقى لحلقة السمك، هو بيبقى جوه سوق الخضار، اكيد السويسة عارفين يعني، بس احنا بقول اللي هما مش بالسويسة يعني. في بقى انواع سمك بسم الله ما شاء الله، بقى عمري في حياتي ما شفتها، زي السمكة الزرقاء دي حلوة قوي بسم الله ما شاء الله، بس انا بصراحة ما اعرفش لونها ايه، ومن كتر ما هي شكلها عاجبني انا قعدت اصورها كذا مرة، يعني اروح واصورها اروح واصورها كذا مرة. عبد الباسط حموده، انا قلت كده برضه. ايه دي؟ هجيلك الكابوس اللي ايه؟ ما غريش عليا كتير، هجيلك الكابوس اللي بجد؟ مش عايزه اقول لكم بقى ان هناك الناس اللي بيبيعوا سمك والتجار عندهم كميه احترام رهيبه، لان هم شافوني وانا بصور وقالوا لي صوري عادي، وكانوا كمان بيعرفوني اسماء السمك وانواع السمك. يعني الراجل ده محترم، وعبد الباسط محموده هو مشهور كده في السوق، وقال لي كده، ولقيت فيديوهات ليه بجد فعلا على اليوتيوب بالاسم ده، هو شكله فعلا قوي بجد يعني. قعدت ابص كده عليه كذا مره مع السمك طبعا، اللي هو انت شكلك كده بجد ولا ايه؟ في الاخر هو عارف نفسه ان هو كده. بس ده بقى يعني، هي حلقة السمك بتبقى عباره عن ممرات كتيره قوي. بعد كده بقى روحنا عشان خالته تعمل لنا الاكل. هو بصراحه السمك ده يعني اول مره في حياتي اشوفه. ده سمك عصو، اسمه ايه؟ بص انا مش عارف طبعا، خالته هتتفرج على الفيديو تقول نسيت اسم السمك يا ساره، معلش انا اسف. مش دلوقتي بترش على الصينيه كده السمك؟ روحت ايه رحت حلوه قوي، بص كده طعمه بقى زي الجمبري، طعمه زي الجمبري حلو قوي. طب انت تسمعي عرفت بقى ازاي ان هو استوى؟ هي بتوطي عليه شويه، برضه صغير لحد ما يستوي، وبعد كده تروح معليه بقى النار تحمره من فوق ومن تحت. تمام كده بيبقى ريحته جميله وطريه، السمك يحتفظ بريحته ويبقى طري، يفرق ويبقى ناشف. الهواء ممكن ينشفه؟ تمام بعد ما السمك استوى وريحته كانت جميله قوي بسم الله ما شاء الله، عملنا بقى السلطه. خالته يعني اللي عملت السلطه، عملت الرز بقى، كان عليها شويه رز بقى حلوين قوي بقى، طعم الرز المعمر. بصوا هو يعني احلى اكله باكله من ايد طنط اسماء بصراحه، عشان اكل فيه غذاء كده وربنا يديها الصحه. الهدف اللي احنا هنستضيفه النهارده في الحلقه، يلا بينا. تعال لو انا مثلا عايزه اتفسح هنا اروح فين؟ كورنيش سويس لاربعين كده. ومفيش مثلا يعني مثلا بتيجي تصطادوا سمك تصطادوه منين؟ ايوه ايه ده، مثلا لما بتيجي عايز تتفسح هنا بتلاقي حتة تتفسح فيها صح؟ بس احنا عندنا في المنصورة يعني في حتة بنتفسح فيها بس مش كتير، عشان هي المنصورة صغيرة، كان حاسة ان هي السويس كبيرة. مش فعلا يعني ايه جروة صغيرة؟ صغيرة بجد؟ والله. ماشي هسألك بقى أسئلة كده نلعب مع بعض. الشتا عندك كام سنة؟ 12. ماشي لو انت بقى اتولدت بالخمس سنين يبقى عندك كام سنة؟ لما اتولدت بالخمس سنين؟ لو انت اتولدت بالخمس سنين يبقى انت عندك كام سنة؟ اتولدت من خمس سنين. انا هشد في شعري دلوقتي. لو اتولدت من خمس سنين عارف لو انتحرت من هنا؟ هي سامحوني. لو انت اتولدت من خمس سنين هيبقى عندك كام سنة؟ خمس سنين. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ماشي بص بقى، هي كده يعني غمض عين واقفل عين. غمض العين وقفل العين؟ غمض العين صح، شاطر. ما كده شاطر. طيب بقول لك على الفزوره.
هتقولي على الفضولة؟ أيوة. بس سهل عشان الفضولة. واحد نور قوي. وتاني يا ربي. بنزين؟ نور قطع والجراس بيرد. واحد أعمى وواحد أطرش، واحد أخرس وواحد مفلول. النور قاطع، واحد بيرين، واحد اطرش، واحد اخرس، واحد اخرس، واحد مشلول، واحد مشلول. مين اللي هيفتح؟ هو كان بيرين الجرس. اي واحد بيرين الجرس، واحد اطرش، والتاني ايه؟ اعمى، والتاني احول، والتاني مشلول. ما الاثنين دول هيفتحوا عادي. ازاي بقى؟ قولي. لا الاعمى والاقرب ممكن يفتحوا عادي. خلاص يا كابتن. ما خلاص المشنور ده ممكن يمشي على الكرسي ويزق الكرسي ويفتح الباقي. خلاص كده. ازاي الجرس هيرن من غير مقطوع؟ هسألك سؤال. احنا زمان وانا صغيره قدك كده كنت بلعب بيلي، كنت بلعب اولى الحاجات دي. انت دلوقتي بقى بتلعبوا ايه؟ بيلي. برضه بجد؟ انت عندك بيلي في البيت؟ ايوه بس خسرت. خسرت؟ يعني في واحد خد منه صح؟ أيوة. طب وبعدين بقى؟ انت معاك كام واحدة دلوقتي؟ كام بلية؟ معيش. انت خسرت كورة؟ ايوه بيبيعوا ال 15 بجنيه. ال 15 بلية بجنيه؟ ايوه بجد؟ بس كان زمان على ايامنا كان في بلي ازرق كده ايوه موجود وفي بلي بيلمع سمسم وسمسميه وبلي نيكل. بجد؟ لا النيكل ده كان غالي. لا بجد؟ ده بواحد. يعني ايه؟ يعني النيكل ده 15 منه بجنيه. بتهزر؟ والله. طب اسالك سؤال، لو انت دلوقتي انا جبت لك 15 بيه بجنيه ولا لعبه ببجي تلعب ايه؟ ببجي. تعالى بتهزر. يلا نتفسح في السويس. بعد ما اكلنا السمك اللي خالته عملته بالهنا والشفا تسلم اليها، قلنا بقى نتفسح في السويس. خالد قال لنا تعالى انزلكم اخوكم جوله كده في السويس. بصراحه هو ما قصرش معنا خالص ولففني السويس يعتبر حته حته وعرفنا اماكن جديده واماكن حلوه جدا. اسمها الممشى. فانا حابه اشكره واقول له شكرا يا خالد علشان انت فسحتنا وبصراحه احنا اتبسطنا. بعد ما مشينا من الممشى اتجهنا بقى للحديقة الفرنسية وهي اسمها كده، هي جنب بيت المحافظ. تمام. هي بصراحة كبيرة قوي ومساحتها كبيرة وفيها اشجار قديمة جدا، يعني فيها اشجار يعني كبيرة جدا كمان وضخمة، وزي ما انا قلت لكم ان الساعة كانت 12 بالليل فهي مش باينة قوي برضو، ودي يعتبر شجرة قديمة قوي اللي انا زومت عليها دي فحبيت اصورها برضو. بعد كده بقى لقيت حتة بتنور كده الوان فقلنا نفرفش مع بعض شوية واصورها علشان هي جوه الحديقة. هنا بقى ده منطقة اسمها عند فيلا الفرنسويين اعتقد. بصوا مش عايزة اقول لكم هي جميلة قوي ازاي، يعني انا وريتها لكم الصبح وكمان بالليل حلوة. المنطقة هادية وجميلة وفيها راحة نفسية بطريقة رهيبة، واحلى حاجة بقى ان البيوت كلها او الفيلا كلها كانت شكل بعضها شكلها قديم قوي، واحنا عارفين ان القلب بيحن للحاجات القديمة، فهو بصراحة يعني مش عايزة اقول لكم يعني يعني كمية الجمال اللي كان فيها كانت عبارة عن ايه. وفي ناس ساكنه فيها دلوقتي على فكره، فهي بصراحه حلوه قوي عجبتني. بس بعد كده بقى دخلنا بقى الشارع ده عشان نتجه لمكان جديد، وكل شويه بقى نعدي على الكورنيش اللي هو كورنيش السويس، وفي ناس كتيره بقى بتقعد بالليل كده على الكورنيش دول بياكلوا حمص بقى ودوره مشوي وحاجات حلوه. المنطقه بقى دي اسمها الملاحه، برده منطقه حلوه قوي سكنيه جديده كده وبرده جميله، يعني فكرتني بالقاهره. كنا بقى داخلين نشتري لب او ما اصح لب سوري، جبنا بقى لب علشان قعدنا ناكله كده بقى ايه واحنا بنتفسح. وبعد كده بقى خالته كانت عايزه قهوه من عند ابو عوف فنزلنا نشتري القهوه. بعد كده بقى مشينا، انا ناسيه كنا روحنا فين تاني، بس احنا روحنا مناطق كتيره قوي في اليوم ده. ده بقى روحنا عند المول اللي في السويس، بس طبعا ما دخلناهوش، كان الساعه 12 بالليل اعتقد. دي كلها مطاعم وشكلها حلو بصراحه بس انا مجربتهاش. ده بقى الاربعين رجعنا له تاني عشان كنا مروحين. بيوت قديمه كده وانا بحب الاربعين قوي لان هي يعتبر وسط البلد بتاعت السويس، قديم برضو حاجات حلوه جدا. بعد كده عدينا على
السوق مرة تانية. تشوفوا دلوقتي جاية اهو، سرع شوية العربية. اهو ده بقى سوق الاربعين بالليل اللي انا كنت فيه الصبح. كده انا عملت الواجب معاك، وريتكم الصبح ووريتهولكم بالليل، وبكده يكون اليوم خلص. انا بحب السويس، وشكرا لصناع المحتوى اللي هي خالته وابن خالته واحفاد خالته. والسويس منوره بيكم والله، ويلا باي باي.